في رمضان مشكلة وايد نعاني منها، وكلنا دائما ايدنا على قلوبنا في لحظة قبل الفطور بربع ساعة ولا نص ساعة، يحاول يطلع من بيته حدة يبي يوصل مكان معين، وبالتالي الكوارث والحوادث. يمكن الأم في البيت قال ايدها على قلبها ولدها ما وصل قبل الفطور، الأب وايده على قلبه بنته ما وصلت قبل الفطور، إحاتي دخلتها عليه قبل ما تفطر يقول الحمد لله أنها رجعت بالسلامة. حاول انك تتأنى وما تسرع، ولا تحاول انك انت تحشر نفسك بين المركبات او تسير بسرعة عالية حتى ما تقع حوادث على الطرقات.